اهلا بحضراتكم من جديد كابتن. يعني البطوله بتبقى صعبه، كواليسها بتبقى يعني بيبتدي الاعداد ليها من بدري كمان، يمكن من شهر 7 6. اتكلمنا عن بدايه الموسم واستعديت ازاي والصعوبات اللي قابلتك في بدايه الموسم. الحمد لله احنا بدانا في اول شهر 9، كانت البدايه الحمد لله كانت كويسه. يعني كان عندنا نقص شويه في بعض المراكز، كنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا ندعم الفريق. في ولاد بنصعدهم الفريق 15 سنه، كانوا عاملين كويس، يعني كاملين عاملين دعم كويس في الماتشات معانا. ولدين شريف وعبد الرحمن من اللعيبه المميزين المبشرين، يعني 15 سنه طلعتهم معانا بنصعدهم معانا. وفي كمان ولاد عندنا من ال 17 سنه بيتصعدوا للفريق 19 سنه. كويس، وبدانا الحمد لله الادوار التمهيديه والدور اللي قبل النهائي والدور النهائي، الحمد لله ربنا كرمنا يعني بدون هزيمه. طب يا كابتن، في بدايه الموسم في قطاع الناشئين عامه في اي لعبه بيبقى عندك مجموعه من اللاعبين بتغادر الفريق عشان تطلع السن الاكبر، وفي مجموعه بتطلع لك من تحت. اكيد كان الاكثر من قوام الفرقه السنه اللي فاتت هو اللي تصعد. انت بتضحك لان السؤال ده بيبقى صداع في دماغ المدربين. هم بيبقى القوام الاكبر هو اللي طلع ولا القوام الاكبر هو اللي بقى معاك؟ والله هو السنه اللي فاتت يعني نقدر نقول يعني ايه 50-50 كده، يعني نص المميزين صعدوا الفريق 19 سنه، وفي برضه ولاد مميزين من السنه اللي فاتت كانوا فضلوا معايا السنه دي. هو كان من ضمنهم انس وولاد كتير بصراحه، مش عايز انسى حد منهم، بس كان في برضه قوام كويس يعني كان موجود من السنه اللي فاتت. قدرت تبني على اللي فضلوا معاك من السنه من الولاد اللي صعدوا من ال 15 سنه. قدرت تبني وكان يعني النتائج باينه. طب وكلمني، يمكن النهائيات كان ليها ظرف غريب جدا، القرعه خليتك تلعب في انديه المنافسين. للاسف يعني تلعب دجله في دجله صح، ولعبت شمس في شمس، شمس في نادي الشمس، طيران في طيران. يعني فالنهائي كان مع بتروجيت في الاستاد، يعني والله هي كانت قرعه، هي قرعه بس يعني في نفس الوقت انا اتكلمت مع الاولاد وقلت لهم ده يعني يبقى حافز لينا ان احنا بنلعب كل فرقه على ملعبها جمهورها، ملاعب مكشوفه، واحنا طبعا انت عارف احنا بنتمرن دايما في صاله الشهداء، صاله مغطاه، فطبعا دي كلها كانت عوامل صعبه جدا. الملاعب كلها كانت مكشوفه، كلها كانت مكشوفه، النهائي بس هو اللي كان في الاستاد في الصاله، فدي كانت حاجه صعبه جدا. الولاد بتبقى صعبه فانا طبعا اتكلمت معاهم قلت لهم ده يكون حافز لينا اكتر ما يكون حاجه يعني ضدنا. بس وكان تحدي كبير جدا ان الماتشات كلها كانت صعبه، والحمد لله ربنا كرمنا. خلينا نعرف ايه انس برضو، يعني انت كنت لاعب في الملعب وانت طول عمرك بتمرن على صاله، وبيبقى برضو الموضوع مزعج جدا الحقيقه، حتى انا شفته في الباسكت وشفته في اليد، بتفاجئ ان انت بتروح تلعب على ملاعب وفيهم ساعات بتبقى ملاعب يعني ضعيفه شويه في الامكانيات. ده كان سبب لك عائق يا انس؟ بتبقى فيها طبعا مشكله في الايام اللي بيبقى الهواء فيها صعب، واحنا كمان الكره خفيفه فبتروح وتيجي، وكمان البرد كمان بالظبط، البرد هو كان صعب شويه اليومين اللي فاتوا دول، كان صعب بيبقى فيها مشاكل كمان، وان احنا كمان عشان بنلعب الفريق في ارضه فبنلعب اخر ماتش، واخر ماتش ده على حسب بقى الماتشات اللي قبلنا خلصت امتى، فبنحضر بقى مثلا بنلعب ماتش الساعه 9 او الساعه 10، فبيبقى الدنيا بردت والهواء. حصل في النهائيات ان انتوا لعبتوا ماتش متاخر؟ احنا ماتشاتنا كلها الثلاث ماتشات اللي هو الشمس في الشمس والطيران في الطيران ودجله في دجله، الثلاث ماتشات في الاخر خالص. حتى الشمس لعبته في ملعب ولعبته في الصاله؟ لا لعبنا في ملعب برضو، يعني الشمس عنده صاله. لا عشان احنا النادي الاهلي على طول بيلعب في الصاله وعايزين يخرجوكوا بره الاجواء علشان يبقى صعب علينا يصعبوا الدنيا، هاتهم في الملعب بقى عشان بس الحمد لله ربنا كرمنا. الحمد لله ربنا كرمنا. حضرتك اتكلمت معاهم نفسيا؟ موضوع نفسي يعني اكيد، حتى انا يعني قبل المباراه دايما بتكلم معاهم في يعني نقاط الضعف والقوه للفريق اللي هنلعب عليها، واهم حاجه ان الفريق اللي معاك ينفذ، دي حاجه صح. مهمه جدا، مش بس يعني انت تقول تعليمات بالظبط، مش شرط، مش كل التعليمات، مش كل اللعيبه بتنفذ كل التعليمات. فدي الميزه، لو عندك فريق بينفذ التعليمات كويس يعني الماتشات الصعبه بتبقى سهله. بس انت كابتن من نوع المدربين الهادين، يعني من نوع المدربين اللي بتعرف توصل المعلومه. انا ما اعرفش بقى انت مع اللعيبه بتبقى عصبي شكلك ايه، بس انت في العادي يمكن المدرب لما بيكون هادي واعصابه هاديه يعني شفنا حتى مستر اجوستي بوش في السله الفريق الاول، كابتن ميدو مصالح نفس الكلام، المدرب لما بيكون هادي بيقدر يوصل للاعب يستوعب. اكيد لما المدرب لما بيتنشن على الملعب بتتنقل للاعب. اكيد طبعا اكيد، خاصه كمان يعني الاولاد، اغلب الاولاد انا يعني مرتهم هم كانوا في الميني فولي في ال 11 سنه فعلا لغايه لما صعدوا ل 17 سنه، فهم يعني انا خلاص حفظتهم. خواتك. حفظتهم يعني حفظتهم وحفظت انفعالاتهم وحفظت كلها، هم كمان حفظوني في مواقف اللعب انا بتصرف ازاي معاهم، فبقى في يعني تقدر تقول كده انسجام بين المدرب وبين اللعيبه. دي اهم حاجه. دي مهمه جدا جدا. طب انا اصعب ماتش انت كلاعب عدى عليك، خلينا في النهائيات، يمكن النهائيات بتبقى اصعب. اصعب ماتش كان وادي دجله، علشان السبب. احنا كنا كان يعني احنا عايزين نكسب وادي دجله عشان هي كانت يعتبر اصعب فرقه بعدنا. فكنا نازلين الماتش يعني زي النهائي بالظبط، النهائي بدري فلازم نركز فيه،
والحمد لله كسبناه 3-0 على طول. يعني فاكر السكور كان قد ايه يا انس؟ السكورات كان الشوط الاولاني مثلا 25-21 والثاني 25-14 والثالث 26-24. يعني في نديه قوي يعني. بقول ان الماتش كان في الملعب. الماتش كان في الملعب. الماتش كان ملعب جوه الملعب يعني. وكان كمان ملعب وادي دجله. وكان في حضور جماهيري طبعا من اعضاء النادي. فكان في زيطه جامده في الملعب يعني. قصدي اقول الاجواء انتوا مش ما شفتوهاش قبل كده. وخاصه يعني المفروض الماتش بتاعنا كان الساعه 8، احنا تقريبا لعبنا تقريبا 9:30 او 10 حاجه كده يعني. فقعدنا كتير يعني تلجنا. البطل بقى بيقابل الكلام ده بيقرقشه زي ما بيقول يعني. بالظبط. الحمد لله احنا مركزين في الماتش بتاعنا، ما همناش ايه هنلعب امتى ولا الهوا ولا اي حاجه. فالحمد لله يعني ربنا كرمنا في الاخر. طب قول لي انت مركز 4 صح؟ انت بقى اللي هو الجوكر المركز ده، الجوكر اللي يستقبل ويضرب وكل حاجه. يعني مين مسك الاعلى؟ حابب تبقى زي مين؟ انا بحب كابتن احمد سعيد طبعا. يعني طياره ما شاء الله ربنا يحفظه يا رب. اعلى بس سعيد بيحب يضرب المنطقه الخلفيه دايما. بتحب زيه عشان عنده الفلاي، عنده فلاي ما شاء الله بيطير كويس يعني. بتطير زي احمد سعيد، بيجي من ورا بيضرب من ورا كانه على الشبكه. لا يعني مش زي احمد سعيد طبعا هو. يا راجل بطل طاره. محدش يقدر. ان شاء الله تبقى زيه ان شاء الله. كمان انس كان من اللعيبه السنه اللي فاتت كانوا اساسي برضه في الملعب يعني، رغم ان هو المفروض السن الاصغر. بس هو المستوى 2003 هو 2004 2004 هو لعب السنه اللي فاتت مع 2003 وكان مميز. كان لعب فانت لعب الماتشات اغلبها يعني تقريبا كلها يعني. ما شاء الله عليك بجد حاجه كويسه جدا. طب قول لي سيبك بقى من اصعب ماتش عليكم الفرقه، انت اكتر ماتش انت حاسس انت اتالقت فيه كان ماتش ايه؟ هو ماتش وادي دجله برضه. عشان كده شفت بقى يقول لك هو على طول اللعب بيبقى سبحان الله بيبقى اليوم ده ربنا بسهل عليك. بالظبط. يوم كريم الحمد لله في الماتش ده. فاكر حطيت كام نقطه ولا ما بتحسبش؟ لا واحنا ما حسبناش قوي يعني، بس انا الحمد لله يعني كنت ماشي كويس الحمد لله في الماتش كله الحمد لله. طب قول لي مين بتحب تلعب معاه في ملعب؟ كل زمايلك اكيد، بس اكيد في حد انت بينك وبينه كيمياء لعبتوا مع بعض سنين طويله. انا سيف هشام. سيف معد ولا ايه؟ لا ليبرو. ليبرو سيف هشام يعني بحب العب معاه على طول. ومحمد ياسر معد وعلي نبيل معد برده، حمزه الصافي، كل دول طبعا فريقي كلها، بس يعني دول اقرب ناس بحب العب معاهم. ونور اتنينات برده بحب العب معاها. الفرقه كلها. لا صح لازم يذكر طبعا فريقه كلها. فريقي كلها طبعا كان لهم دور يعني، مش لعيب لوحده هو اللي كسب، لا الفرقه كلها احنا لعبه جماعيه وكله كان بيلعب. الحمد لله يعني كان كله ماشي كويس. عاجبني الروح يا كابتن. لا اكيد اكيد. وكمان اللعيبه اللي ذكرها دي كمان اغلبهم واخدين جوائز كاحسن لاعبين في البطوله يعني. سيف هشام واخد احسن ليبرو في البطوله. محمد ياسر كان من اللعيبه اللي بتتصعد مع حمزه للفريق 19 سنه. واخد احسن معد في 19 سنه ما شاء الله. معد في 19 في المرحله اللي فوق. وخد في 17 اكيد. لا للاسف ما توفقش في 17. عادي عادي. ممكن يكونوا حبوا مثلا ايه عشان ما تبقاش. لا وارد ان انت يعني ممكن تكون في فرقه لعبت بطوله كويسه وبطوله ثانيه يعني كنت في التسعه. في كمان حمزه الصافي واخد احسن لاعب شامل ما شاء الله. شريف اللي هو الولد المصعد معانا من 15 سنه، ولد مميز جدا ومبشر يعني مبشر. سنتر بلوك بيلعب مركز ثلاثات. طوله قد ايه؟ تقريبا 2 متر و2 تقريبا. بسم الله ما شاء الله. طب احنا محتاجين حاجه زي كده في الباسكت كابتن يعني. خلاص نبعته لك الباسكت. واخد احسن حائط صد كمان ما شاء الله. فالحمد لله برده الجوائز الفرديه اللي احنا واخدينها برده جوائز الحمد لله يعني مشرفه يعني. ما انا بقول لك يعني انا لسه قايل في الانترو ان مش بس المكسب والجوائز الفرديه اربع كؤوس من 6، لان هو بيبقى الطبيعي 6 صح؟ ايوه 6. فاربعه من 6 لا بيدل ان هو مكسب، وعلى المستوى الفردي اللعيبه مميزين على مستوى بس خليني اقول لك كابتن ان ده يطمعنا في بطوله الجمهوريه ان شاء الله. عندك يعني هل فرقه اسكندريه اقوى ولا فرقه القاهره هي الاقوى؟ لا في فرقه القاهره طبعا يعني السواد الاعظم هو الاقوى. طبعا هنضيف ليهم فريق الزمالك من الجيزه، وفي الاتحاد وسموحه من اسكندريه. الاتحاد عامل شغل كويس في الطائره. كويسين يعني فرق كويسه، وهتبقى بطوله طبعا يعني اقوى نسبيا يعني من القاهره. طب قول لي انت برضه متابع الفرق الاسكندريه ومتابع الفرق الجيزه مثلا؟ شفت لهم ماتشات على الصفحات على حاجه كده؟ ايوه فريق الزمالك يعني فريق كويس. ونادي الصيد برضه كويسين. كويس ممتاز. وسموحه والاتحاد ودلفي برضه في اسكندريه كويسين. طبعا نادي يعني هم دول الاقرب. وطبعا بقى غير انديه القاهره الشمس ودجله الجمهوريه تبقى صعبه وفيها ماتشات كتير. انا عايزك تقول عارف ان الجمهوريه تبقى في شهر 12 يمكن على طول بتبتدي. بتبدا في اخر 12 كده. الغريبه ان الاتحاد الطايره بيخلص الناشئين بدري مش عارف ورانا حاجه مش عارف ورانا. هو بطوله القاهره طبعا يعني بعكس السنه اللي فاتت يعني الدور التمهيدي من دور واحد، الدور قبل النهائي من دور واحد، النهائي من دور واحد. خلصوا بسرعه. كان بسرعه جدا يعني. كان في السنه اللي فاتت او حاجه او افريقيا للشباب ما فيش. لا ما اعتقدش. مفيش. عشان يمكن الكبير عندهم بطولة عالم. ممكن عشان كده نضغط شويه، انما
الشباب والناشئين متهيألي ما فيش مشكله عندنا. ممكن يعني ممكن ضغطوا الماتشات ممكن لظروف في الكورونا في الشتاء او ما اعرفش السبب ايه بالظبط بس يعني حصل يعني اختزال كبير جدا للبطوله عن السنه اللي فاتت. بس الاختزال ده كان ناتج عنه ان احنا لعبنا ثلاث مباريات مهمين جدا بره ملعبنا، يعني انت ممكن كان قبل كده بيبقى فتره اطول بس انتوا قدها والدنيا بتبقى ماشيه كويس. طب قول يا كابتن، يعني يمكن يعني الناس كلها بتبقى الفولي بول في النادي الاهلي ليه طعم ثاني وشكل ثاني وليه هيبه ثانيه اكيد اكيد. يعني انت بحكم ان انت بقالك سنين طويله مع قطاع الناشئين وبتمرن من سن لسن لسن، شايف مستقبل الفولي بول في النادي الاهلي مطمئن ولا؟ يعني انا اكلمك بكل امان عشان بس ايه الناس مشاهدين، الناس طبعا شايفه احمد صلاح وعبد الله السلام وربنا يديهم الصحه والعمر ويعني دول يلعبوا سنين طويله، ولكن احنا باصين لما بعد ذلك، هل أكيد احنا في امان؟ لا يعني بص احنا دايما يعني كنادي اهلي كمدربين شغالين في قطاع الناشئين دايما بنشوف اللعيبه المميزه بنحاول على قد ما نقدر نبذل قصارى جهدنا ان دول يطلعوا للدرجه الاولى، بنحاول كتير اللعيبه المبشره الاطوال الكويسه المهاريا اللي فنيا موهوبين بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نحافظ عليهم ونحاول نطلعهم للدرجه الاولى، فدي ده هدفنا كويس. اقول لك في ان شاء الله يعني لعيبه مبشرين جدا في ال 19 سنه السنه دي وفي ال 17 كمان معانا، في لعيبه كويسه جدا زياد اسامه في ال 19، اياد كويس جدا، فرقتنا برضو فيها انس كويس فيها كل حمزه مركز كابتن يعني يمكن سنتر بلوك بيبقى نادر شويه عشان الطول مركز اربعه برضو اللعيب الموهوب فيه بيبقى نادر شويه كويس. يعني الحاجات دي عندنا يعني المراكز دي عندنا وفره فيها لا موجود الحمد لله يعني ونتمنى ان شاء الله ان هم يكملوا على اللي هم ماشيين عليه، وطبعا يعني كل التوفيق لكابتن محمد مصلح في المشوار الطويل. صعب السنه دي دوري طويل دوري طويل جدا وربنا يكرمهم ان شاء الله، واحنا يعني احنا دايما في ظهرهم ودايما وراهم يعني اكيد. طب قول لي انس، انت صعدت اتمرنت مع الدرجه الاولى في الصيف مثلا فتره طلعك كابتن محمد مصلح ولا لسه؟ لا لسه. انت ما شاء الله لسه صغير يعني ربنا يديك لسه قدامك كتير، ممكن سنه ولا حاجه وتلاقي نفسك تفضل يا باشا اطلع فوق. طب قول لي يعني انت بتتابع الماتشات بتاع الدرجه الاولى؟ بتروح ماتشاتهم؟ بتابعهم. بتروح لو في ماتش في النادي بتروح تتفرج عليه؟ انت في سنه كام انس؟ انا في ثالثه ثانوي. ثالثه انت خلاص في المعمعه بقى كلها. طب قول لي بتوفق بتعرف توفق؟ دايما بسال ضيوف الطلاب ليه؟ لان في ناشئين بيتفرجوا علينا ففي ناس كتير تقول لك لا ده الرياضه بتعطل والرياضه بتعمل والرياضه بتسوي، لا انا مش هلاعب ولادي رياضه ولا حاجه بالرغم ان احنا شايف انها ما بتعطلش خالص. انت عامل ايه في المذاكره وعامل ايه؟ على طول ما احنا من واحنا صغيرين من الوقت الفاضي فيه لازم اقعد اذاكر فيه، ووقت التمرين اخلص ممكن اقعد شويه مع اصحابي مثلا وارجع تاني ارجع اذاكر شويه وبعديها انام، هو ده الطبيعي. تنظيم وقت تنظيم وقت مش اكتر. مش شايف ان الموضوع مستحيل؟ لا مش مستحيل خالص ما فيش دليل ان في لعيبه دكاتره ومهندسين واخدين كمان مناصب كويسه جدا وكمان مميزين في الرياضه عمرها ما بالعكس المفروض تكون حافز ليه يعني. صحيح يعني يمكن بتهيألي يا كابتن انت عمرك ما اشتكيت ان لاعب مثلا في هندسه لاعب مثلا في ثانويه عامه، هل الموضوع ده شايفه مثلا بتشتكي منه ولا بالعكس بتلاقي لاعبين متفوق رياضيا بيبقى مفروض انه يكون متفوق؟ هو بيحصل احيانا ساعات بتتعارض شويه دراسه مع الرياضه، بس ده طبعا بيرجع للاعب واسره اللاعب نفسه انها دايما بتساعده بتساعده ان هو يقدر ينظم وقته. هي دي مهمه جدا يعني اسره اللاعب نفسه هو يعني العامل الاساسي. صحيح. في الموضوع ده احنا شفنا حتى سياده الرئيس لما طلع في احد اللقاءات وقال انه الاسره المصريه هي البطل في الانجازات الرياضيه. أكيد. فده أكيد. حقيقي وان احنا لامسينه على 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 المستوى ال في ارض الملعب يعني انه فعلا انت محتاج ان الاسره المصريه تقف جنب الله. يعني عندنا انس النهارده هو ما كانش هيقدر يوصل لوصل له كلاعب ولاعب كبير لما كان والدك والدتك وراك طبعاً. هي النواه الاساسيه الاسره المصريه في كل شيء الحقيقي. بالظبط انا والدي ووالدتي على طول معايا في اي ماتش اي تمرين اي حاجه ليها علاقه بالرياضه، طبعا هم رقم واحد يعني بعد ربنا طبعا اللي بيساعد طبعا بيساعدني على طول ودعم ليا على طول. يعني طب قول لي اللي بيتعب معاك اكتر مين، بابا ولا ماما؟ كان في حد في اسرتك بتلعب فولي بول؟ يعني برضه بيبقى ساعات بيبقى في حد يقول لك انا اسرتي ما فيهاش حد رياضي والرياضه واسطه ومش واسطه والكلام ده طبعا ملوش اي اساس من الصحه. هل انت يعني كان بيتعب؟ بابا لعب فولي وهو صغير فعلا بس بعد كده يعني ما كملش. ما كملش بس بس مامتي ما كانتش بتلعب حاجه بس يعني هو على طول هو اللي مشجعني على التمرين على طول ان انا لازم اخلص مذاكرتي وانزل تمريني ممتاز على طول يعني. بس يعني مين اللي بيوصل ويجيب بقى؟ كان زمان بقى بابايا ماما احيانا عشان هي الاكتر بقى في الشغل وكده
بس دلوقتي يعني بقى المعظم لوحدنا بتسلك نفسك انت. بس كمان انس كمان اخواته الاثنين بيلعبوا فولي في الناشئين. يعني اصغر منك ولا اكبر؟ لا اصغر. اصغر ما شاء الله. كام في كام وكام؟ واحد فريق 15 واحد في فريق 11. ايه ده ما شاء الله. يعني يعني ممكن كمان اثنين لعيبه وتعملوا منتخب. بالظبط. وبيلعبوا نفس المراكز معاك ما شاء الله ولا مراكز ثانيه؟ لا اخويا كان بيلعب اربعات بس بعد كده بقى ليبرو والثاني بقى لسه صغير. اربعه وبقى ليبرو؟ صعبه شويه دي يا كابتن. هو عشان بس يعني طوله. فهو كمان مهاري جدا في المهارات الدفاعيه. فهو المدرب فضل ان هو يبقى ليبرو كمرحله يعني. وهينجح جدا في الليبرو خلي بالك لان هو كان يعني بيبقى شايف الضرب وعارف الضرب معناه ايه فبيقدر يتوقع الكره رايحه فين. بالظبط بيبقى عنده خبره كده شويه في يعني الكره فين. يعني عبد الله بن السلام كان ضريب وبعد كده قلب سرق العاب بقى كويس. بالظبط انه عارف الضريبه بتعمل ايه. طب كابتن قول لي انت عندك القادم ايه؟ احنا ان شاء الله دلوقتي في فتره الاعداد لبطوله الجمهوريه. بدات ان شاء الله. احنا بدانا احنا بعد بطوله القاهره اديتهم اجازه 4 ايام لان في كتير منهم ثانويه عامه وكتير منهم عندهم دروس ناقصه وعندهم حاجات عايزين يكملوها لان فتره شوف الاربع ايام دي فتره طويله يعني. والله انا ما اقدرش اديهم اكتر من كده بس هو في ساعات يعني مثلا بيستاذنوا مني كوتش عندنا مثلا درس النهارده ما مش هقدر اقول له عندي مثلا مذاكره النهارده يعني من الفتره اللي فاتت فعلى قد ما بقدر الفتره الاولانيه دي بديهم يعني نوع من الراحه ايه نوعا ما شويه يعني نظرا لظروفهم يعني ان الثانويه عامه وهم بصراحه تعبوا معايا كتير الفتره اللي فاتت وفضلوا ان هم يجوا التمرين عن هم يذاكروا فانا برضو لازم يعني زي ما هم ادوا للفرقه لازم برضو انا اساعدهم على قد ما بقدر يعني قد ما بتقدر بتساعدهم عشان يقدروا يدوا لك. بالظبط. وكمان يعني انت ما تضمنش يعني انا لو منك مش هدي اجازه طويله لان ممكن في اي لحظه وطبعا دي لقطات الفرحه يا كابتن على فكره انا عايز بس استعيدها مع حضراتكم ودي طبعا يعني شريف. كلمنا يعني اللاعبين سيف هشام حمزه ده طبعا انس ومحمد ياسر دول اثناء تسليم الجوائز دي لحظه تسليم الميداليات هو بصراحه كلهم تعبوا جدا في لقطات حلوه تعبوا جدا في طول فتره ده كابتن رمضان ادار الفريق طبعا ده من الناس اللي تعبوا جدا جدا معانا طول الموسم وفي ما بنساش طبعا دكتور ايمن شبل طبيب المعالج للفريق وطبعا انا ما اقدرش انسى طبعا دكتور وجيه حمدي وكابتن احمد زكريا ناس ليهم افضال كبيره جدا ومساعدونا كتيرة جدا طبعاً. دكتور وجيه حمدي رئيس قطاع الناشئين والناشئات كابتن احمد زكريا رئيس قطاع الناشئين لو في لقطات لمباريات كابتن احمد زكريا بصفه مستمره بنسبه 100% كان موجود في المباريات كان دايما في ظهري ودايما بيساعدني بصراحه راجل ما ادخرش اي مجهود ان هو بيبقى جنب الفريق ده النادي الاهلي ده حقيقي طب يا كابتن قول لنا برده اسامي اللعيبه احنا كان نفسنا كل لعيبه تبقى معانا النهارده بس طبعا الاستوديو يعني ما بيسمحش ان يكون معانا طبعا لو جبنا بس طبعا الصوره على قد ما لا على قد ما تتذكر يعني بعيد عن الصوره اسامي اللعيبه يعني لو هنتكلم عن المعدين مثلا في حازم في محمد ياسر وعبد الله مثلا هناخد الليبروهات في سيف هشام معتز الحسن الازاز يوسف رسلان في نور الله لعيب مركز اثنين لعيبه مميزين جدا جدا طبعا احنا عايز اديله حقه لانه لعيب ما طلعش في الملعب خالص طول المباراه كويس في من تاني في عبد الرحمن سنتر بلوك احمد ممدوح ده لعيب جايبينه السنه دي 2 متر 2 ما شاء الله من لعيبهم مبشرين جدا في انس فرباعه في زياد عصر في ياسين الخضري بس كده ما شاء الله ربنا يكرمك وعلى فكره يا كابتن احنا كنا سجلنا كمان لقاءات مع بعض اللاعبين خلينا نشوف قالوا ايه كده ونرجع لحضراتكم تاني الحمد لله واخدين اول قاهره الحمد لله ربنا وفقنا يعني احنا تعبنا وربنا ادانا على قد تعبنا وزي ما احنا معودين النادي الاهلي اللي احنا بناخد اول دايما زي السنه اللي فاتت وزي السنه دي وان شاء الله ناخد اول جمهوريه بلعب مركز ثلاثات في النادي الاهلي فريق 17 سنه الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا اول قاهره وان شاء الله ربنا يوفقنا ونكسب اول جمهوريه بلعب كره طايره في النادي الاهلي تحت 17 سنه والحمد لله ربنا وفقنا في بطوله القاهره وخدنا اول وان شاء الله نوعي جمهور النادي الاهلي ان احنا ناخد اول في بطوله الجمهوريه لعب تحت 17 سنه الحمد لله احنا كسبنا القاهره تحت 19 و17 سنه وانا فزت بجائزه احسن بلاي ميكر في تحت 19 سنه وان شاء الله بواجه جمهور الاهلي ببطوله الجمهوريه تحت 19 و17 ان شاء الله
الناس قول لي يمكن بنتساءل برضو الناس يعني تعرفك اكتر، هل شاركت مع منتخبات قبل كده؟ شاركت مع بطولات اعدادات منتخبات الفتره اللي فاتت؟ احنا في سننا احنا ما تلعبش غير بطوله واحده بس، بطوله العالم اللي فاتت كانت في ايران، ما اتخذتش فيها بس انا يعني كنت موجود في الاعداد. في الاعداد طبعا خبره كبيره، طبعا خبره كويسه جدا جدا. ويمكن المنتخب خد كام فاكر في البطوله دي؟ خدوا ال 12 باين 12 12 على كام فرقه فاكر يا كابتن؟ 16 يعني مش وحش، مش وحش، الدنيا كويسه يعني. ان شاء الله لسه عندك العمر كتير ولسه عندك فرص كبيره، لان يمكن المره دي المره الجايه مع الدرجه الاولى هتبقى الدنيا اكيد افضل يعني. طب قول لي يا كابتن، يعني يمكن كنا بنتكلم في الانترو عن اداء التحكيم، انا ما بحبش دايما اروح للتحكيم كتير وكده، ولكن برضه انتوا ناس في المجال، احنا بنناقش كعنصر من عناصر اللعب، احنا ما بننتقدش التحكيم، ولكن هل انتوا شايفين التحكيم في كره الطايره از اول يعني بيتقدم زي ما اللعبه بتتقدم، ولا يمكن محتاج برضه زي كره السله انه يحصل في طفره؟ والله يعني التحكيم في مصر يعني الى حد كبير انا شايف من وجهه نظري الشخصيه ان هو مش سيء، يعني شايف ان هو يعني نقدر نقول عليه جيد. جيد يعني هو مش ممتاز بس نقدر نقول جيد. جيد لا ماشي بخطوات كويسه. يعني انا ما افتكرش ان في حاجات صعبه او حاجه مثلا حاسمه في اي مباراه اتحكمت مثلا عن طريق الخطا او كده، يعني ممكن في البطوله كلها ممكن كوره او كورتين. طب ما ده كويس جدا الحقيقه. لا كويسين بصراحه يعني. حاله رضا من البطل عن التحكيم. انا وجهه نظري الشخصيه ممكن حد تاني يختلف معايا بس دي لا، بس على فكره اغلب اس الكره الطايره بتقول نفس الكلام، تقول ان التحكيم يعني جيد او مش احسن حاجه في العالم. بس هو ما فيش حاجات يعني يؤخذ عليها بصراحه. وخليني اقول لحضرتك برضو انه يمكن الاتحاد الجديد بقياده الكابتن ياسر قمر وفي مجموعه كبيره جدا من القامات الكبيره عليهم دور كبير بالارتقاء طبعا بالمنتخب. اكيد طبعا اكيد لان اللجنه المؤقته كانت في الاول وفي الاخر هي مؤقته، فما كانتش تقدر تاخد القرارات الحاسمه اللي نقدر تبني عليها 5 سنين او 10 سنين قدام. بس للاسف الاتحاد ده عمرها 2.5 سنين للاسف. والله يعني بس يعني فرصه جالهم يعني فرصه جات لهم ويعني على الاقل 2.5 سنين بالظبط يعني مش فتره مؤقته. احنا بنهنيهم طبعا على الفوز في الانتخابات الفتره اللي فاتت دي وربنا يوفقهم، واحنا طبعا نتمنى طبعا الخير للكره الطايره دايما وربنا معاهم يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. طب قول لي يا انس، انت شايف على مستوى انت كلاعب، يعني اكيد كل لاعب بيبقى شايف انه لو عمل كذا احسن، لا انا عندي ناحيه بدنيه عايز اقويها، لا انا يمكن عندي الارتقاء من ثبات محتاج اطوره، انت شايف ايه اللي محتاج تطوره انت كلاعب؟ يعني بتفكر مع نفسك كده مع الساده المشاهدين ومعانا، ايه اللي انا نفسي اطوره؟ ايه اللي انا عايز ازوده في نفسي في مهاراتي؟ طبعا اي لاعب يعني كره طايره لازم يبقى عنده الناحيه البدنيه عاليه عشان الجنبات الكتير، طبعا لازم يبقى واحد بدني عنده عالي، فكل شويه لازم الواحد يشتغل على البدني بتاعه على طول، يعني ما يوقفش بدني ده طبعا على طول. هل بتلجأ لتمرين بدني فردي ولا بس بتكتفي بالتمرين بدني فردي؟ لا برضو باخد بدني فردي يعني في الجيم، انا مع كابتن عندي في الجيم وطبعا النادي برضو مع النادي، طبعا لازم على طول الفيتنس ده من اهم الحاجات اللي الواحد لازم يبقى عنده، وطبعا قوه التحمل. برافو صح، لازم برضو بشتغل عليها كتير، يعني انت في اوقات الرالي بيبقى طويل ومحتاج تحمل. بالظبط. طب قول لي برضه لعيبه الفولي بول دايما بشوفهم يمكن نص عمرهم هاف سكوات، لانه طبعا عشان يعني بامانه هاف سكوات ده زي لانه هو هاف سكوات ده هو تقريبا نفس الموف اللي انت بتعمله في الملعب، فبس بيبقى ليه تبعات خطيره شويه في الظهر وممكن ساعات في الركب، هل بتاخد الاحتياطات في ده ولا لا؟ لان دايما لعيبه الفولي بول الركب هي الاساس، هي المشكله. طبعا انا على طول معايا لما بعمل تمارين سكوات لازم يبقى معايا كابتن الجيم طبعا معايا، عشان لو اي غلط او اي حاجه ممكن تسبب اصابه يبقى معايا على طول يقول لي وقف اظبط كده اعمل كده على طول يعني، وبالذات السكوات عشان بيعمل اصابات في الظهر كتير. برافو عليك. الركب ده مشكله كبيره، ويمكن الكابتن انا فتحت الموضوع ده لان انا كل اصحابي بكره الطايره اخش عليهم في الجيم الاقيهم هاف سكوات. الحقيقه موضوع مزعج جدا، هو دايما بيشغل العضلات العامله، دايما هي العضلات الاماميه هي اغلب الشغل بالضغط بيبقى عليها. بالظبط. فتلاقي دايما بيشتغل عليها باستمرار عشان يقدر يطور من نفسه اكتر. بس الاصابات في الظهر والركب دي عايزه ان انت تعمل الموف مظبوط، ما فيش سنه كده ولا سنه كده عشان لازم يكون طبعا كير، ولازم يكون معاه مدرب او حد من زمايله يكون واقف وراه بيساعده. معاك حد يا كابتن فرقه؟ اكيد طبعا اكيد معانا كابتن الحسن المحلل، والمحلل كمان البدني معانا شغال مع كابتن ميدو في الدرجه الاولى، والراجل مشكور بينزل يشتغل معانا في الهيئة وبيتابع تدريب الاولاد ويشتغل برنامج على اعلى مستوى. طبعا انا بشكره طبعا من خلال حضرتك النهارده، الراجل تعب معانا الفتره اللي فاتت والحمد لله بان على اللعيبه
ان الحمد لله من اول مباراه لغايه اخر مباراه كانوا بدنيا الحمد لله كويسين جدا. الحمد لله. الحمد لله. كابتن ببارك لك. للاسف وقتنا مر بسرعه بس لازم نطلع الفاصل عشان نستقبل طبعا نجومنا الاخرين. كابتن نادر النبيل بشكرك وحاجه جميله وانا لما عرفتك يعني على المستوى الشخصي فعلا حاجه جميله وحاجه مشرفه. شكرا لذوقك. شكرا لذوقك. ربنا يخليك يا رب. انا بتمنى لك كل التوفيق. نورتني وشرفتني يعني مشروع لاعب مميز ونورت قناه النادي الاهلي. نور حضرتك. انا اللي مبسوط اني طلعت مع حضرتك. اكيد طبعا. واعزائي المشاهدين نطلع الفاصل عشان نستقبل بعدين نجومنا في فريق 17 سنة رجال واللي فوزنا او فازوا ببطوله القاهره تحت 17 سنه. هنستقبل بعد الفاصل حمزه حمدي الصافي احد نجوم الفريق وايضا حازم نبيل ولكن بعد الفاصل.